تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. خريف الاتحاد السوفيتي، قصة النهاية. الاتحاد السوفيتي كان قوة عظمى لمدة طويلة، عقود متتالية. الاتحاد السوفيتي رقم 2 في العالم، أمريكا 1، الاتحاد السوفيتي 2. لكن 1991 فجأة وفي لمح البصر اختفى الاتحاد السوفيتي. ده مش سقوط عزبة ولا قرية ولا مدينة ولا جمهورية صغيرة، ده سقوط قوة عظمى. الاتحاد السوفيتي بكل مكانته اللي هو سدس مساحة المعمورة فجأة انتهى وتلاشى وتبخر. فما هي قصة الخريف أو قصة النهاية؟ في كتب كتير، أبحاث كتير في هذا الإطار، لكن الجديد والذي نتعرض له في هذا الحديث هو ان اخر وزير دفاع للاتحاد السوفيتي والمتهم بالانقلاب الاخير تحدث الى محطة روسيا اليوم في برنامج مهم بيتحدث فيه عما جرى. ديمتري يازوف، الماريشال ديمتري يازوف تحدث عما جرى. فما الذي جرى؟ تبدأ القصة من قصة رجلين أو قصة عارين، ميخائيل جورباتشوف وبوريس يلسن. الاتنين دول البعض بيقول قصة عميلين، والبعض بيقول على الأقل إنها قصة شخصيتين وضيعتين في الأداء العام. في كل الأحوال قصة الاتنين دول، ميخائيل جورباتشوف بوريس يلسن، هي قصة نهاية الإمبراطورية السوفيتية أو القوة العظمى الثانية الاتحاد السوفيتي. 1984 رحل زعيم الاتحاد السوفيتي، كان اسمه قسطنطين تشيرنينكو. آخر فترة كان بيجي كام زعيم يقعد سنة سنة ونص ويموت. هو أصلا بيجي هو منتهي، يعني بعد بريجنيف يوري أندربوف ما عادش، قسطنطين تشيرنينكو ما عادش، وبعدين جه ميخائيل جورباتشوف. الماريشال يازوف آخر وزير دفاع الاتحاد السوفيتي بيقول إنه حضر الاجتماع الأول لميخائيل جورباتشوف. ده الزعيم أو رئيس الاتحاد السوفيتي، ده وزير الدفاع الماريشال يازوف. ماريشال يازوف بيقول الاجتماع ده كان بعد 20 يوم من توليه السلطة، يعني لسه أصلا ما يعرفش حاجة في الكرملين. ومع ذلك أول ما قعد اتكلم في الاقتصاد وقال ان معدل النمو في الاتحاد السوفيتي 4% وده قليل، لغايه هنا منطقي. لكن قال بعد كده احنا محتاجين نغير المجتمع السوفيتي كله، نغير الاقتصاد ونغير اداء الجيش. فالماريشال بيقول انا معلوماتي في الاقتصاد وانا عسكري افضل كتير جدا معلوماته في الاقتصاد. ففي جرأة شديدة فجأة بدأ يقيم كعالم اقتصاد وبيتكلم على معدل النمو وإن إزاي هيتصرف وهو لسه بقاله 20 يوم فقط في السلطة. فدي طبعا كانت صدمة للي موجودين. وبعدين مش بيتكلم إنه هيعمل تنمية أو اقتصاد متقدم، إنه هيخفض نفقات الجيش وهيقلل من الجيش السوفيتي اللي عنده تحديات، وهيغير من نمط الاقتصاد السوفيتي بدون ما يقدم دراسات أو وجهات نظر معمقة لهذا الأمر. وبناء على ذلك، هل بقى هو لما قال أن معدل النمو 4% وده قليل والاقتصاد ضعيف والجيش واخد أكتر من اللازم وكل ده لازم يرجع لورا، هل هو بعد كده بقى عمل حاجات عظيمة؟ بعد كده حسب كلام الماريشال وزير الدفاع السوفيتي يازوف، كانوا قاعدين بيتعشوا في السفارة الأمريكية، موجود الرئيس بوش الابن، موجود وزير الخارجية جيمس بيكر، وموجود شفرنادزة آخر وزير خارجية السوفيتي، وموجود أيضا الماريشال يازوف. وبعدين بينكت اللي هو ميخائيل جورباتشوف، فبيقول نكتة لبوش الأب، فبيقول له تخيل إنه أيام بريجنيف كان هو بيوزع نياشين على ناس كتيرة، يعني نازل يوزع نياشين وأوسمة، في عهدي نازلين وزعوا بطاقات للغذاء. فعايز يقول كنا بنوزع نياشين
بنوزع حاليا بطاقة علشان الناس تاخد الأكل بتاعها. المفروض طبعا دي نكتة بايخة. عشان كده قال له بوش الأب: طب أنت اللي مسؤول عن كده. فقال له: لأ، إنما الحصاد حصل فيه مشكلة. إنما حتى يبين درجة عالية جدا من عدم المسؤولية إن بيسخر من بلاده وبيسخر من أدائه. موضوع بقى تخفيض الجيش، هو قال لازم نخفض الجيش. إمتى بقى؟ بعد 6 شهور فقط من وصولي إلى السلطة. وزير الدفاع يازوف بيقول إنه قعدنا 6 شهور اجتماع، فلازم نخفض الجيش. تصور إن عنده رؤية لهيكلة الجيش، إنما لقى ما عندوش أي رؤية. فقال له: طيب أنا معاك نخفض أعداد. إحنا موجودين أعداد كبيرة جدا جدا موجودة في قطاعات مختلفة، فالمجندين اللي موجودين في السكة الحديد وفي الزراعة وفي الغابات والأماكن دي كلها ممكن نخفض مئات الآلاف من هؤلاء، وبالتالي نعدل الميزانية العسكرية شوية. لكن ميخيل جورباتشوف قال له: لأ، أنا عايز أخفض من العسكريين المقاتلين. طب أنا هخفض لك من دول؟ قال له: لأ، عايز من المقاتلين. يبقى الموضوع مش مجرد خفض نفقات. ماريشال يازوف بيقول إن كان كل عسكري بيكلفنا 2 روبل، يعني لا شيء. فبيوفر من الأرقام التافهة ديت رغم إن عنده مجالات كتيرة جدا للاقتصاد. فأدركت إن هدفه الجيش مش هدفه الاقتصاد أو النفقات. والنقطة التالية، بدأ كمان يخفض الإنتاج الحربي، سواء بقى إنتاج صواريخ ودبابات أو إنتاج مدني، لأن المصانع الحربية السوفيتية كانت بتنتج غسالات وثلاجات وحاجات مدنية. مصنع زي مصنع الأورال ده كان فيه 60,000 عامل، فيقول لك: طب حاليا هم قاعدين شوية، فيشتغلوا في الصناعات المدنية والصناعات العسكرية سواء بسواء. يعني ده نموذج سوفيتي كان موجود، إن المصانع الحربية بتشتغل سواء مدني أو عسكري، بينتجوا ده بشكل جيد وده بشكل جيد. هو قال نوقف كل الصناعات المدنية اللي بينتجها الجيش، وبعد كده قال نوقف الصناعات العسكرية اللي بينتجها الجيش، ودخل في خفض تسلح. والنقطة التالية بقى، موضوع خفض السلاح النووي. أمريكا قوة بحرية عملاقة، قوة بحرية أسطورية. أي مكان في العالم فيه مية توجد فيه أمريكا، يا الأسطول الأول يا الثاني يا الثالث يا السابع يا الثامن. سفن غواصات أمريكا موجودة في كل بحار ومحيطات العالم. الاتحاد السوفيتي بلد يابس قاري، فركز كله على الصواريخ اللي موجودة، ما عندوش حاملات طائرات وقتها. طيب ليه ما عندكش حاملات طائرات؟ برنامج روسيا اليوم سأل الماريشال يازوف: انت ازاي ما عندكش حاملات طائرات؟ قال: احنا مش زي الامريكان والاوروبيين. الانجليز والامريكان دول مات عندهم عدد قليل جدا، وكذلك الفرنسويين في الحرب العالمية الثانية. انما احنا مات عندنا 30 مليون انسان، احنا مش زيهم. وطالعين بقى كل دول تعبانين من الحرب، واحنا تحت مستوى الصفر. نبني حاملة طائرات ولا نبني مساكن؟ فينا مساكن ولناش حاملة طائرات، وقتها لغاية ما بنوا فيما بعد حاملات طائرات سوفيتية. انما في الاول ما كانش في امكانهم ان هم يجاروا لامريكا في هذا الاطار. في كل الاحوال ميخائيل جورباتشوف يعني بدأ ان هو يخفض السلاح النووي. وهنا نيجي لنقطة مفاوضات خفض السلاح النووي. كان في 12 رأس نووي عند السوفيت، و 12 ألف هنا، يعني 24,000 رأس نووي. 12,000 عند الروس السوفيت، و 12,000 عند الأمريكان. قالوا نقعد ونتفاهم، تفهموا كل واحد يخفض النص، يبقى هنا 6,000 وهنا 6,000. ماريشال ديمتري يازوف بيقول ايه، اللي هو اخر وزير دفاع الاتحاد السوفيتي، وقتها كان وزير الدفاع، بيقول: قلت لا، لانه في قانون، مش كل قنبله نوويه زي الثانيه، يعني ممكن 100 قنبله نوويه تعادل 6,000 قنبله نوويه. المهم حجم التفجير او القوه التدميريه قد ايه، مش كل راس نووي قد الراس النوويه الاخرى، وبالتالي خفض 6,000، هم 6,000 هيظلوا هم اقوى بكتير، لان القوه التدميريه للرؤوس النوويه الامريكيه اعلى بمراحل من القوه التدميريه للسلاح السوفيتي. جورباتشوف ولا هو معانا
في هذا الموضوع. طيب جم بعد كده اتكلموا في الغواصات، فقال له ان دول عندهم غواصات وعندهم حاملات طائرات، هنجيب بقى منين هذا الكلام؟ ده الغواصات دي ما نعرفش نوصل هي فين، ده الطيارة بتاعت ماليزيا اللي وقعت مؤخرا الى الان مش عارفين يجيبوها، بقى لهم سنين وكل الدول على طيارة واحدة، ازاي الغواصة هنجيبها وعشان نشوف عندها كام رأس نووي؟ وبالتالي هذا الموضوع ينبغي تكون فيه مراجعة. قال له مش مهم. فالامريكان في الاخر قالوا خلاص احنا هنتعامل على هذا الاساس، انتوا تجوا زيارات تأكدوا ان احنا دمرنا في اليابس واحنا نروح لكم. السوفييت راحوا 4 مرات، الامريكان راحوا 14 مرة، لكن في النهاية الغواصات حماية الطائرات كل دي كما هي لم يتم حسب كلام وزير الدفاع ديمتري يازوف. كمان القاذفات الاستراتيجية اللي هي الطيارات اللي هي بترمي صواريخ نووية، B-52 هذه القاذفات الاستراتيجية ديت مش بترمي قنابل انما بترمي تطلق صواريخ نووية. هم حسبوا الامريكان ان كل طيارة بتطلق صاروخ نووي، رغم ان ده مش صحيح، كل طيارة تطلق 12 صاروخ نووي. فحسبوا عندهم 1500 طائرة قاذفة استراتيجية B-52 حسبوها ان هي كل طيارة بصاروخ، لكن كل طيارة اصلا ب 12 صاروخ نووي. جورباتشوف قال له ماشي حالك، هو كده كل ما يروح وزير الدفاع للرئيس يقول له كذا يقول له ماشي زي الامريكان ما هم عايزين. وبالتالي حصل بقى الخفض اللي حصل ده طبقا لوزير الدفاع ما كانش بالطرق الصحيحة والمناسبة. النقطة التالية بقى، جورباتشوف لا شيء قدام امريكا، حالة انسحاق قدام الامريكان رغم ان هو قوة عظمى منافسة. فبيقول وزير الدفاع انه كان قاعد هو وبوش الاب وزير الخارجية الامريكي وايضا وزير الخارجية السوفيتي، وبعدين جورباتشوف قال له بالحرف الواحد، قال له سيادة الرئيس احنا هنمشي وراكم في كل شيء وعايزين دعمكم في كل شيء، واحنا وراكم في كل نقطة ما يخص الاقتصاد، يعني خربة انتوا الاساتذة واحنا وراكم في هذا الاطار. ده خطاب يليق بقوة عظمى تكلم قوة عظمى اخرى منافسة بهذا المستوى، انما كان شكل انسحاق جورباتشوف قدام الامريكان حسب شهادة ديمتري يازوف الى محطة روسيا اليوم. وبيقول في قمة ريكيافيك، قمة شهيرة جدا اللي كانت ريجن، كان فيها ريجن وكان موجود فيها جورباتشوف، في قمة ريكيافيك اللي هي عاصمة ايسلندا، قال جورباتشوف انه لازم نوصل لحل مع الامريكان في خفض الاسلحة النووية اللي انا قلت لحضراتكم من شوية. طيب جه نائب وزير الخارجية السوفيتي، وزير الخارجية كان اسمه ادوارد شفرنادزا اللي فاكر كان بعد كده بقى رئيس جورجيا. نائب بقى شفرنادزا ده، شفرنادزا مع جورباتشوف الاتنين دول امريكان، نتكلم على نائب شفرنادزا. نائب شفرنادزا قال لا، وبدأ يشاكس مع الامريكان في المفاوضات وبرضه معاه وزير الدفاع، فبقى الجنرالات اللي هم مع وزير الدفاع ونائب وزير الخارجية بيشدوا مع الامريكان في المفاوضات. فجورج شورتز كان وزير الخارجية الامريكي وقتها، فقال للرئيس ريجن مش عارفين نوصل لحاجة معهم متشددين. فريجن قال له يعني خلاص بقى نلم حاجاتنا ونرجع على امريكا. فجورباتشوف قال له بس في ايه؟ قال له كذا كذا. قال له نائب وزير خارجيتك مش عارفين نشتغل منه، موقف كل حاجة ومش عايز يمشي المفاوضات وتعاند في المفاوضات، يعمل ايه؟ اصدر قرار باقالته فور شكوى وزير الخارجية الامريكي. تخيل بقى الصدمة ان في زعيم دولة يقيل مسؤول عنده لمجرد المسؤول التاني في الدولة التانية اللي هو المفروض خصم ليه وبيفاوضه فيقيله كرامة ليه وهو قاعد، يعني جورج شولتز قاعد فشله نائب وزير الخارجية الامريكي السوفيتي اللي كان بيفاوض. طبعا ده شعور بالعار كما يقول ديمتري يازوف الماريشال الشهير واخر وزير دفاع الاتحاد السوفيتي. جاء بعد كده جورباتشوف حل حلف وارسو. حلف وارسو، وارسو عاصمة بولندا، نسبة الى بولندا اتعمل حلف وارسو، يبقى فيها حلف الناتو الغرب وحلف وارسو الشرق. فجأة حل حزب وارسو، حلف وارسو.
بيحل الحلف ازاي؟ ما هي دي معاهده، الحلف ده معاهده، الدول بتوقع تبقى اعضاء في هذا الحلف. هو قال اي دوله عايزه تخرج تخرج، فتم حل حلف وارسو. طيب خد ثمن؟ لا، لبلده يعني، خد مقابل لبلده؟ لا. طيب ايه اللي حصل؟ وزير الدفاع بيقول، تخيل بقى وزير الدفاع قوه عظمى ما يعرفش ان الرئيس حل حلف وارسو، وعرف من احد مساعديه جاء له يا سياده الوزير الرئيس حل حلف وارسو وهو لم يكن يعرف. وهذه شهاده ماريشال وزير الدفاع ديمتري يازوف. جاء بقى بعد كده حاصر الجيش وبهدل القوات المسلحه السوفيتيه، خفض عدد وحل حلف وارسو اللي كان عامل له نفوذ كبير جدا ومكانه، وبعدين بقى ولا ميزانيه ولا رواتب. فيجي الضباط والعساكر مستنيين مرتبات، مفيش مرتبات، شهور بقى يقعدوا. لما القوات المسلحه السوفيتيه بقت في وضع صعب للغايه، لان مفيش رواتب موجوده للجيش السوفيتي نتيجه موقف جورباتشوف ثم يلسن فيما بعد. وبعد كده بقى جاءت الطمه الكبرى بالنسبه لهم، هو بقى وقع اتفاقيه تنتهي في النهايه بتفكيك الاتحاد السوفيتي. لما وقع بقى هذه الاتفاقيه حصل حاجه اسمها انقلاب 91، يسمى انقلاب لجنة الطوارئ 91. في أغسطس 91 الرئيس جورباتشوف كان خلاص وقع الاتفاقية، قام راح وزير الدفاع، وزير الداخلية، رئيس المخابرات، التلاتة، رئيس كي جي بي، وزير الداخلية، وزير الدفاع، التلاتة راحوا له. كان قاعد في منتجع، تخيل في الظروف دي، قاعد في منتجع اسمه فاروس في شبه جزيره القرم موجود فيه. راحوا له قالوا احنا كده هنروح في داهيه، تحسوت هينتهي، لابد ناخد موقف. قال لهم لا لا ما تقلقوش. طب نتصرف ازاي؟ مش عارف، اداهم كلام مش مفهوم. فرجعوا مذهولين، خافوا ان حرب اهليه تحصل او الناس اللي ضد النظام يروحوا يدمروا مسكوا العاصمه. دخلوا منطقه الساحه الحمراء بالدبابات علشان يحموا موسكو طبقا لروايه الوزير الماريشال ديمتري يازوف. يلسن جايل ده انقلاب، جورباتشوف قال ده انقلاب، الغرب وقف معاهم واعتبروا ده انقلاب، فالجيش انسحب. بعد شويه اعتقل وزير الدفاع، وزير الداخليه، ورئيس المخابرات، وبعد كده انتهى الاتحاد السوفيتي. الوزير بيقول كلام مهم جدا ماريشال يازوف، ان صراع هذين الرجلين اللي هو جورباتشوف ويلسن هو الذي ادى الى هذا الخراب، وان الاثنين في تقديره عملاء لامريكا. يلسن هو كمان كان بيجوع الناس في الداخل ويمنع القطارات تخش لغاية موسكو محملة بالغذاء عشان الناس تتضايق أكتر تبقى ضد النظام. في نفس الوقت مرة كان فيه ندوة، فوزير الدفاع بيقول يلسن، يلسن رئيس روسيا الاتحادية وقتها اللي هي أهم جمهورية الاتحاد السوفيتي، فبيقول له أنت هتقول كلمة يا سيادة الوزير؟ قال له لا مش هقول كلمة. فالوزير سأل يلسن أنت هتقول كلمة؟ قال له آه أنا هقول كلمة، وانا هقطع هذا الاصلع اربا اربا. بيتكلم على مين؟ على جورباتشوف. تخيل بقى انه بيتكلم على رئيس الاتحاد السوفيتي بهذا الشكل. طبعا كل هذه امور في منتهى الصعوبه، وبدا هو يقول انه انا اعلى من الرئيس اللي هو يلسن، اعلى من ميخائيل جورباتشوف. وزي ما قلت لحضرتكم قال الجمله السيئه جدا، هذا الاصلع ساقطعه اربا اربا على جورباتشوف. خلاصة هذا التحليل ما يلي: نمرة واحد، جورباتشوف برأي الوزير هو رجل مارجريت تاتشر ثم رجل رونالد ريغان وجورج بوش الأب، ولم يكن وطنيا. نمرة اثنين، انه وقت الدولة العظمى بتسقط كان رايح يتفسح في البحر الأسود. نمرة ثلاثة، ان دمر الترسانة النووية السوفيتية زي ما قلت لحضراتكم بدون أي حكمة أو فهم. نمرة أربعة، مش فاهم حاجة في الاقتصاد ودمر الاقتصاد وجوع الناس وخلهم ياكلوا بعد كده بطاقات الغذاء يقدموها علشان يلاقوا طعام يومهم، والسوفيت كانوا في أسوأ حال رغم أنه كان بدأ أن عنده رؤية بريستوريكا وما إلى ذلك. إن ده كله كان مشروع لصالح الغرب وانهيار الاتحاد السوفيتي. عمدة موسكو كان عميل، وزير الدفاع بيقول عمدة موسكو كان بيدي السفارة الأمريكية تقرير كل 4-5 ساعات عن أدق ما يجري في الاتحاد السوفيتي. والنقطة التالية بقى والسؤال المهم جدا
في نهاية هذا التحليل المطول. طيب ليه بقى إذا وزير الدفاع يازوف ومعه وزير الداخلية ومعه رئيس المخابرات، يعني خلاص البلد، إذا الثلاثة دول شايفين إن جورباتشوف عميل أمريكي وبيدمر الجيش والدولة والمؤسسات، وإذا شايفين إن يلسن أمريكي بيدمر الدولة والجيش والمؤسسات، وإن جشعه الشديد ونهمه للسلطة، حل الوحيد يدمر الاتحاد السوفيتي عشان يكون رئيس، طالما جورباتشوف قاعد مش هيبقى رئيس، طب نلغي الاتحاد السوفيتي عشان جورباتشوف يمشي ويبقى هو رئيس. إذا هم شايفين وزير الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات إن في اتنين موجودين بهذه الدرجة من العمالة، ليه ما راحوش وألقوا القبض عليهم ورموهم في السجن وانتهى الموضوع وتم حماية الاتحاد السوفيتي؟ ده أخطر سؤال ممكن يطرح. لما شفت البرنامج في روسيا اليوم استنيت الإجابة، لكن فوجئت أن وزير الدفاع لم يجب على هذا السؤال، لماذا لم يتم اعتقال شخصين وإنقاذ قوة عظمى؟ هذه دروس من التاريخ. هنشوف بقى بعض المقاطع من هذا اللقاء المهم في تقرير عملته المحطة روسيا اليوم عما جرى في تلك الفترة. مقطع هنشوف بقى فيه وزير الدفاع السوفيتي الأخير آخر ماريشال في القوة العظمى للاتحاد السوفيتي ديمتري يازوف بيتحدث عن يلسن وجورباتشوف وخريف الاتحاد السوفيتي. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.